ناقش أمين عامل المجلس المحلي أمين جمعان رئيس نادي وحدة صنعاء في لقاء تشاوري موسع لمؤسسي وقدام النادي وعدد من أعضاء جمعيته العمومية، ناقش عددا من القضايا المتعلقة بمسيرة النادي وإحداث قفزة نوعية في بنيته التحتية، بالإضافة إلى مختلف نشاطاته خلال الفترة الماضية وما أنجزه النادي من منشآت ومرافق من خلال دعم وزارة الشباب وأمانة العاصمة. وثمن اللقاء جهود رئيس النادي في إيجاد بنية تحتية وفتح باب الانتساب للشباب والرياضيين في مختلف الألعاب حتى أصبح نموذجا متميزا، إضافة إلى تكفله بتمويل العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية في النادي. وجدد المشاركون في اللقاء الثقة بمجلس إدارة النادي وأكدوا دعم جهوده وأعماله في سبيل استمرارية العمل الرياضي المؤسسي وتحقيق الإنجازات لمنتسبيه. كان هذا خبرنا الأخير.